ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا كيف تعامل الملك محمد السادس مع شاب التقاه صدفة. لم يصدق شاب التقى الملك محمد السادس صدفة بالتعامل الرائع من طرف صاحب الجلالة، وقد عبر الشاب عن فرحته ولم يصدق نفسه أنه التقى الملك محمد السادس في الشارع العام وبدون بروتوكول. وحسب ما يظهره الشريط فقد نادى الشاب بعشا الملك ليلتفت إليه صاحب الجلالة ويوجه له التحية. هذا وقد علق هذا الشاب عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام بالقول: فاش كتكون غادي تكدور كتلقى الملك حداك، احسن صدمة واحسن فيديو صورته في حياتي. عاش الملك، عاش الملك، دغيا نمشي شكون هذايا؟ شكون هذايا؟ واه ملكنا.